لولا تشريف الباشا إلي وجوده بيناتنا انت ما طلعتك من هون الا محمل على قفاك فهمت؟ طول بالك طول بالك يا مدحت اغا، بعرفك اعقل من هيك بكتير. الموضوع ما فيه مشكله ولا سوء تفاهم، بعدين جناب الباشا ابن عمكم اللزم. على راسي كلامك يا باشا، بس انا القربه كلها ماني معترف فيها. من حقك ما تعترف بقرابه بيناتنا يا اغا، مع انه صله الدم اقوى من اعترافك بكتير، بس ما بتقدر تلغي ابدا اني انا اخو عزيزه خانم، ردت ولا ما ردت. ومشان نكون معك صريح وواضح ومني هي، عزيزة كتبت لي كل شيء عنك، وسبب زيارتي اليوم انها طلبت مني اجي اخذها معي لأضنا. هيك لك عزيزة خانم بدها تروح، ايه انا ما عندي مانع بس بشرط. نحن جاهزين لكل شيء. بدي اسمع هذا الكلام منها شخصيا. بارك الله فيك يا مدحت اغا، بعرفك راح تتصرف بحكمة ووعي. جلال امور اغا. صرخينا لعزيزة خانم خليها تيجي أوام لهون. متحد طلبني؟ ايه طلبك، طلبك بعظمة لسانه. قال إشو؟ ريد يسمع من تمك انك بدك تروحي مع اخوك عصمت. ما بقدر ما بقدر يا دادا، ما بقدر اطلع في عيونه واحكي هالحكي. لك شلون ما بتقدري؟ صار لك 20 سنة بتبعتي مكاتيب لأضنا وتقولي له يجي لهون، وهلا لما وصلت اللقمة للتم بدك تتراجعي؟ يلا امشي امشي. انا خايفة يا دادا، خايفه لك، هذا مجنون ما في براسه عقل، والله بيذبحني. لك شلون بده يذبحك واخوك عصمت هون؟ يلا يوم يلا امشي، لا تخافي. هيك رايك؟ طبعا هيك رايي. لا تخافي يوم، لا تخافي، انا واخوك عصمت بنضل واقفين معك لو ايش ما صار. يلا يوم يلا قومي جهزي حالك يلا. أنا جاي أشوف عمي أبو عايد. ما أنت يا عايد قلت لي ببيتكم شوف أبوي؟ لك أنت مجنون؟ بتخاطر بحياتك بتطلع الطلعة هاي كلها مشان نشوف أبو عايد؟ ليش حياتي أغلى من حياتكم؟ وأنا كمان دا أشيل بارودة وأقاتل معكم. قلتي لي بدك تروحي مع هاد؟ هاد أخوي يا أغا. مش شو الحكي؟ بعرف إنه أخوكي بس ماني متصور إنك تتركيني هيك يا عزيزي خانم؟ تتركيني وتمشي بعد كل هذا العمر؟ بعد كل هالعشرة؟ لك إيه عمر؟ حياتي كانت معك جحيم. حتى ولو كان، المرأة الأصيلة ما بتترك جوزها إلا وهي رايحة على القبر. كني نسيت إنه بحياتك ما قلت لي كلمة حلوة ولا حسسني إني أنا مرتك، وطول عمرك تقول إنه أبوك اللي جبرك على هالجازة، وهي الحقيقة. لسه لهلا متعلق بالبنت الفرنساوية اللي حبيتها من 20 سنة، واللي أبوك إسماعيل باشا رفض يجوزك إياها. أنت مو بس ما نكرهتني، أنت بتكرهني أصلاً، أنت ما بتحب غير حالك. يا ريت تفكر بحياتك الماضية وتفكر بالغلط اللي ارتكبته بحقي وحق كتير ناس في هالضيعة. بعد هذا الدرس اللي تربيني فيه ساكي مقرر أنك تروحي مع أخوك مو؟ اسمح لي أروح مع أخوي حتى تكون عملت شغلة منيحة وحدة في حياتك، وأنا أتذكرك بموقف إنساني واحد وأقول إنه في بقلبك رحمة. وإذا ما سمحت لي ما رح أروح. لا راي أسمح لك أقول، بس بشرط إنك تتنازلي لي عن كل شيء بالأول. موافق. عفوا عليك. عزيزة ليش عم تكلي يا عزيزة؟ مساعد معيك، مساعد معيك وقلبي هاي صفحة سودة من حياتي. تعرف يا عصمت أنا زعلانة عليه. زعلانة على الأغا بعد كل شيء عمله معك؟ المشكلة يا عصمت إنه الأغا مريض وما بيهون علي كمان. مو معقول تعيشي هيك عيشة،
مش بدي اساوي، هذا نصيبي والله كتبه علي. ام جلال روح حضري شنطتي بسرعه. عزيزة خانم، قاسية بحياتها كتير ومتعذبة، واللي عملته بقرارك السماح لها تروح مع حصمت باشا مكرمة كبيرة تشكر عليها. وأنا شخصيا بحييك ومقدر الألم الكبير اللي جواتك. والله يا حكمة باشا، أنا بحياتي ما تصرفت غلط، وأي شي بساوي بيكون مظبوط 100%. تعرف كنت طول عمري أحلم أني أشوفك، ما بعرف ليش هيك أبوي سوا فرق بيناتنا، خبى جازته التانية بس مشان أمي ما تعرف. أبوي خبى جوازته أنكل لأنه أمي هي رادت حشيها وفضلت أن تكون خدامة له لحتى مات، واللي صار ما هو ذنبي ولا ذنبك. ليش بتطلع فيني يا عزيزة؟ تعرف يا عصمت، تشبه المرحوم أبوي كتير. صحيح إنه الوقت ما هو مناسب، بس بدي أسألك، إيش قصة العساكر الفرنساوية اللي انقتلوا عندك بالضيعة؟ أوف، أوام وصلتكم الأخبار؟ أنت بتعرف إنه كل شي بصير بالبلد أنا بدرى فيه، وجناب المتصرف انزعج كتير من هالخبرية. لا ينزعج ولا شي، هدول العسكر مجموعة قليلين أدب وزعران، تعدوا على بنت قاصر في كام رجال فار دمهم وما تحملوا، قاموا كوموهم وانهزموا. بس المندوب ما اقنعته هالحكاية. يا سيدي انا كمان ما اقتنعت بالحكاية، بس هذا اللي صار، ايش نساوي؟ تفضل يا هذا، هاي تنازل عن كل شيء. ايه حكمة باشا، ايه ما تبقى نسوي لنا هيك سهرة كويسة بالقلبنا فيها؟ لعيونك، ايه ما تبقى بتريد؟ يلا انا جاهز. انت طالع نقلة واحدة بنخلص إن شاء الله. يلا قولوا يا رب، أملكم همة. يلا يا رب. يلا شباب همة، يلا أبو يلا. إيش دعوا للعالم؟ إيش دعوا للناس؟ ابني احمد البطل متجوز وحده، استغفر الله العظيم، متجوز وحده غنواتيه، جايبه من الاخور. انت مغضوب عليك ليوم الدين، انا بريء منك ليوم العيبه، انا بريء منك ليوم العيبه، انا بريء منك ليوم العيبه. ولك مين اللي تسلط علي وخرب لي بيتي؟ مين؟ قلبي عم بيقول لي ما في غيرك يا ابو الليل. هو اللي بيعرفني وبيعرفها، بس معقوله يعملها؟ لا 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 لا، مو معقوله. لك معقوله يخون الخبز والملح ويخرب لي بيتي؟ طب ايش عرفوا اني تجوزتها؟ يا رب يطلع ظني غلط وما يطلع ابو الليل. Thank you.
تعجلي فوزية. خلصت يوم خلصت يوم. هدول كتير تقل علينا، ما رح نحسن ندخلهم نحن على الأوضة. هلا بيجي أخوك يا أحمد. قصدي أخوك بكري ساعدني. ايه وبدنا نترك أرض الحوش بهالكركبة ليجي بكري. مين رح يجي لعنا؟ قاضي العسكر وحرمه المصون؟ ايش بك يوم؟ ليش طالع خلقك علي اليوم؟ أكولي علي ولي علي ولي علي إن شاء الله. أك ما حدا حاسس فيه من يوم اللي طلعت من هذاك البئس. ولو فداك يا ابو حميد. ابو يوسف بدي اسالك سؤال. تفضل. بديك تجاوبني بصراحه. انا في قاعد بكذب عليك ابو الليل؟ ايش بيعرف عني؟ الحقيقه ابو الليل بيعرف عنك كثير. كان يلاحقك ويراقبك من بعيد لبعيد حتى عرف عن علاقتك مع ورده. واكثر من هيك ما بعرف، لانه من يومها ما عاد شفته. خلص خلص لا تقلقني. وخاطرك يا يوسف. الله معك ابو حميد. موفق ان شاء الله. مين؟ نجيب هون؟ لا مو هون. اضرب منك له. شغشتك. كني مطول أبو بكري؟ أنت اللي بكرت. الله بيجي. ابرك لك شوي أبو عبدو. ابرك شوي وصلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. وهي بركة. ليش سويت يا نتل؟ اشبك؟ ليش هيك سويت يا واطي؟ اشبك ليش هيك سويت يا كلب؟ ايش؟ عم تضربني؟ عم ترفع علي الدرجية ولا كلب؟ هيك هي مفاتيح لهو والبيت ومفاتيح بيتك ودكانتك، وهي عقد الملكية موقع من أبو سليم وبشهادة الشيخ طاهر. شرف. الله يعوض عليك. وهلأ خلصنا من قصة ميرة جدك؟ خلصنا مختار. تعالك ابصملي على براءة الذمة لأب بكري. هون؟ هون ايه؟ ها؟ وهي بصمنا. هو أب بكري، خليها هي معك. اسمع يا أبو عبدو. هلا صار لك ملكية هون بالحارة. بس انت بتعرف انه في عليك فرمان بمنع دخولك الحاره. ايش هو؟ سوا مختار.
في فرمان بيمنعني متجيع على الحارة. ايه وهالفرمان ماشي مفعوله لبين ما نعفي نحن عنك، يعني لا تقول لحالك صار لك مسمار جحي بالحارة وتنطلي كل يوم والتاني. لا مختار، لا يبقى بالك، ما راجي على الحارة إلا بإذنكم وعلمكم ولحتى ترضوا علي، لأنه أنا الله تاب علي من مشاكل وصرت حباب. ليش نحن إيش بدنا غير تحط عقلك براسك حتى نرضى عليك ونرجعك مرة تانية على الحارة؟ بس كون أنا بدي أبيع بيت أب بكري والقهوة، بقى لا تعتبوا علي إذا جبت زبونات تتفرجوا عليهم. هاي عم بخبركم من هلأ. ها نحن بالحارة ما منبيع لغريب، يعني بدك تستنى حدا من الحارة يشتري. ايش عليه؟ بستنى. اللي استنى طميرة جده كل الوقت بستنى كمان شوي زيادة. سلام عليكم. أبو عبدو، قبل ما تمشي أعطيني عنوانك مشان إذا أجا شرا نبعد عليك. مو على راسي مختار، علي الحلال، كل عمرك كبير وقلبك على أهل الحارة. سجل الأدريس تبعي لله. من جوات قلبي. لا تأكل هم شيخي، لا تأكل هم. المصرات نحن اللي منجيبها مو اللي بتجيبنا، ونحن اللي بنعمل مصرات مو اللي بتعملنا، وبإذن الله ما بننزل لمين من كان مشان المصرات. المهم أنا شكر ربي وحمده وأبلام بكل شيء صار، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عليك يا مالفندي. أهلي رقيب كمال. شلونك شيخي؟ الحمد لله رب العالمين. شلونك أب بكري؟ تمام الحمد لله، فضل ربك. إيه كمال أفندي، احكي لنا إيش هي قصة القتيل اللي صارت من يومين قدام سرايا المتصرف بين التجار والدرك؟ قبل القتيل بدي أخبركم إنه تحقق مع دياب أفندي ونقلوه على سجن تاني. نقلوه على غير سجن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا سويت لك حيل مخدة. إيه؟ بس ديري بالك تكتشفك صبحية. لك لا تخافي، صبحية ما نفتحة كل هالقد. الله يوفقك. ها البطية، البطية كرا بطي يلحن الله. ورجيني لأشوفي، شوفي على محلية هيك. شوفي ديري لأشوفي هيك. يعني هو لازم يكون أكبر شوية. لك يا أم محمود، في نسوان بتحبل وتولد وبطنهم ما ببين طاول. إيه؟ أجت صبحية يا خيتو، هاي صبحية حلوة حلوة حكيت لهم عنا. أمر أمر يا أبو شولي هاليدين. تسلموا إيديكي يا حبيبتي يا عروس. تسلموا إيديكي. الله يخلي لنا ياكي يا الوجه الحلو. أبوسه أنا أبوسه. على هالحالة التجار معهم حق، إذا كل بضاعة بدها تدخل على السوق بياخذوا عليها أتاوي، إيش ببقى للأرباح للتجار؟ ومن غير شيء الحالة ضيقة على الناس، ليضيقوها كمان على التجار. صحيح كمال أفندي، إيش شو هذا الفرمان؟ يا سيدي هاي الأثاوي فرضتها الحكومة على كل تجار البلد لصالح قلم الخزينة، وقال مو اسمه أثاوي، اسمه ضريبة بيع. عشنا وشفنا، الله يجيرنا من الأعظم. إيش بدي أقول لك يا أب بكري؟ اليوم أنا جاي على الحارة بمهمة رسمية تتعلق بموضوع بهمك. موضوع بهمني؟ إيش هو؟ بعتولنا خبر إنه ابنك أحمد قتل واحد وهرب. أحمد؟ وهلأ مطلوب للتحقيق. أحمد ما هو ابني، أنا تبريت منه وكل الحارة بتعرف هذا الكلام. عدم المؤاخذة أنا ما بعرف هالشي، وكرمال خاطرك وواجبك عندي جيت أقلك يروح يسلم حاله أحسن له حتى تخف محكومته، لأنه إذا ضل هربان ولقطوه
بجوز يروح فيه اعدام. كمال افندي، احمد مين قتل؟ قتل واحد اسمه نجيب الازاز. قتل شريكه؟ شلونك لخان؟ الحمد لله. انت كيفك؟ انا منيح منيح. امي كيفها؟ كويسة ماشي حالة. وابوي شلونه؟ منيح. انتقلنا على بيت عمك فوزي. القهوة والبيت سلمناهم لابو عبده. والله لخاي لو يطلع بايدي كنت ما قصرت، بس انا حاسس اني ابو عبده نصاب، كل قصته كذبة بكذبة. هيك بده رب العالمين، إلا ما ياخذ نصيبه. فوزية شلونها؟ فوزية طلقت. شو عم تحكي؟ ليش؟ من ورا سيرتك اللي صارت على كل لسان. الله يخزيك يا شيطان، الله يخزيك يا شيطان. لخاي جوز أنا غلطت، بس أنا ما كفرت. بعين الله خاي، بعين الله. قلت لي خاي؟ يعني أنت ما تبريت مني مثل أبوي؟ لك شو أتبرى منك لك أحمد؟ أنت أخوي في حياته بدل ما بصير ميلة خاي. إيش بك؟ رايح على دكانة عمك فوزي. أنا وأبوك عم نشتغل فيها. الله يوفقكم يا رب، الله يوفقكم. دير بالك على حالك، لا تاكل همي خال. دير بالك على حالك، روح انت توكل على الله. الله معك. الله يحميك. عجب أبوي هون؟ مين؟
أنا أحمد يوم. أحمد. يوم. أحمد. شلونك حبيبي؟ شلونك يا قلبي؟ شلونك؟ مشتاق لك كتير يوم، مشتاق لك كتير. بلا دعواتك حس حالي مثل الضايع يوم. يوم والله أنا ضايع. سامحيني يوم، سامحيني. ببوس إيدك، ببوس إجرك. تسامحيني يوم. أنا مسامحتك يا أحمد، سامحتك من كل قلبي. يوم افتحي لي الباب. يوم الله يخليكي، عطيني ايدك ابوسك. ما بعزم يا احمد، ما بعزم، ما بعزم افتح الباب. ابوك حالف علي يمين طلب. سامحني يا احمد، سامحني. ولا يهمك، انا ما بدي غير اسمع صوتك واحس انك بتحبيني مثل الاول. يوم. شو يا حبيب؟ انا بدي اترك لك امانه خاطئ، هذا لمرتي ناسك، هي هلا بتسافر، جوز بيوم من الايام ترجع. عطيها يا وديري بالك عليها يوم. إذا رجعت وشفتيها نازك أماني، أماني برقبتك. راح أحط لك إياها على الباب يوم. يلا بخاطرك يوم، خاطر. ليش ما عم تاكلوا؟
أنا مو جاي على بالي أكل. وأنا كمان مهمشتي نفسي مسدودة. لهون وصلت معك يا أحمد، لهون أنت تقتل. آخ آخ، وليش مستغرب يا أبو بكري؟ الولد فلت من زمان. لك اللي بياخد مغنواتية كانت تقعد وتسهر بين الرجيل، إيش بده يكون إلا؟ استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليه. يا عيب الشوم عليك يا أحمد، وطيت لي راسي بين الخلق. والله لو ما يقولوا أبو بكر جن، لكن ذبحتك بأرض الحوش وما خليتك تحيد عن أهلك وناسك يا واطي. استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليك. استغفر الله العظيم يا ربي وأتوب إليك. يا ترى أخبر أبو بكري على اللي صار ولا ما أخبره؟ بس والله خايف يزعل مني. ليش عملت هالعمة ولك ابني؟ ليش؟ شو اللي شدك لهالمرة؟ ولك كنت قول بدك تتجوز، والله لا أتجوزك أحلى وأحسن وحدة بحلب. لك انت ابن عبد الحميد الرواز أبو بكري اللي الناس كلها بتحلف بحياته. الله سامحك يا نشنقه ونربي فيه كل الحرس. أبوس إيدك، أبوس سرميتك، تركني أعيش. إذا مشان شفتك عبد الرحمن بحرف فيه تمين بأجي بسير لحدا. وإيش بيضمنلي إنك رح توفي بوعدك؟ لا هي عبد الرحمن، بوعدك وعد رجال، رجال برطبط من لسانه. طيب رح نعيفك بس على شرط. شرط مثل ما بدك. رح نخليك ترجع لبيتك وولادك، بس إذا خنتنا الشباب رح يقتلوا لك ولادك قدام عيونك، وبعدها يقتلوك لك الخالص. معقول الحارس يفسد علي للآغا؟ لا لا لا، ما بيعملها أكيد. الخوف قطع له قلبه. لازم كل رجال الآغا يعرفون بهالضيعة ماله خبزة. يا ترى إيش رح تعمل يا آغا لما تعرف إنه نص رجالك رح يهربوا؟ إيش عم تقولوا لك؟ شفتوا الأبو عايد؟
نعم يا أغا، شفته حكى معي حكيت معه. شلون فهمني؟ شفته يا أغا مثل ما شايفك قدامي. إيه؟ وش قال لك؟ ما قال لي شيء، كان معه زلمة كتير يا أغا، بعدين دخلوا على مخزن الأسلحة أخذوا كل شيء فيه. أخذوا سلاح؟ لك وين كنتوا أنتوا؟ أبو مندل أفندم أغا، بتروح هلا لعند أبو جمعة وبتقول له يجمع لي كل أهل الضيعة الكبار والصغار والنسوة والرجال، وكلهم بعد الظهر اليوم بيكونوا مزروعين برا، واللي ما بيجي الله يعينه، حسابه معي رح يكون عصير رقد. بس تونا أغا، هيدي. وانت ولك؟ أبرك يا أغا. تعال شو هون؟ إيش كنت عم تعمل بالليل؟ ليش ما حسيت على اللي عم بيصير؟ والله يا أغا أنا بكون بالزريبة، بعدونا إيش بقدر أعمل أنا يعني إذا سمع صوت بالليل؟ إذا رجال هن مسلحين هزموا من وش أبو حايد وزلمه، أنا إيش بقدر أعمل لحالي؟ لك أنت بدك تجنني كني؟ لك مو قلت لي إنه أبو عايد مات وشبع موته وأنت دفنته بإيدك؟ يا جناب الأغا أنا بحلف لك 100 يمين و100 عظيمة على الحكي، بس اللي صار اليوم والله شككني بحالي، لأنه رجال عم بيقولوا إنه شافوه حكوا معه، مثل ما حضر جنابك عم تشوفه تحكي معه. يا لا لا فهمت كل شيء، معناتها أبو عايد ما مات لسه عايش، مو مثل ما أنا ظنين نحن كلياتنا ها؟ استحي يا أخي شو بتحكي؟ أنا دفنته بإيدي؟ مزبوط دفنته بإيدك، بس ما كان ميت لما صحي حسين يطلع من القبر، وأنتوا كلياتكم حاسين ومفكرين إنه أنا كنت مجنون عم بحكي مع حالي. طيب وهلق يا جناب الأغا إيش بدك تساوي؟ أنا بعرف شغلي مع هذا الواطي هو ورجيله ما تاكل هم. أنت إيش عم تعمل هون ولاك؟ أنت صرخت لي رقد لا عم يضرب أشقد مالك جحش قالك مجنون يحكي وعاقل يفهم معقول أبو عايد عمل كل هالشي بزلمة الأغا أبات أبو جمعة أبات بزلمة حق أغا متضايق كتير كتير وقال لي مشان أنبهت ما حدا يغيب عن اجتماع من أهالي كوم الحجر رجال ونسوان كبار وصغار واللي بغيب أنت تحمل مسؤوليته أنا؟ هيك قال جناب الأغا؟ حرف الواحد خوش قال أبو جمعة سلامة عطلي شوي يوم ما سمعت ايش قال ابو جمعه ما لازم حدا يتاخر على الاجتماع يعني ايش شو هالاجتماع ماله طعمه كانه كل اهل الضيعه سبقونا والله ما بعرف يوم بس قلبي عم بيقول لي هالاجتماع كله من شان ابوي ما سمعتي ايش الناس عم تحكي على اللي صار امبارحه بالليل قال ابوي هجم هو ورجاله على السرايا وضربوا زلم الاغا وخلصوهم سلاحهم كمان والله ما عاد اعرف يا بنتي ان كان ابوكي هون بكوم الحجر ولا مسافر لايمت بدنا نضل على هالحاله يا ربي لايمت ابوكي واخوكي هربانين وما بنعرف وين اراضيهم امشي يوم امشي بعد اذن جنابك الفلاحين يطير قدام القصر خليهم منقوعين بموضعهم خليهم قصد جنابك بدك تعاقبهم ايه قصدي اعاقبهم وخليك معهم انت كمان حاضر لا هذا الوضع ما عاد ينحمل منوب طول بالك يا شيخي وصلي على النبي اللهم صلي على سيدنا محمد بس بدنا نعرف ايش القصه ولك القصه معروفه ليش في غير ابو عايد عم يسوي مشاكل بهالبلد امشي لنقعد امشي بعدين ايش الحالة يا جماعة؟ صرنا ملطوعين أكثر من 4 ساعات، لك لعيمتى بده يضل يعطينا لأغا مثل طرش الغنم؟ ليش ما بتفوت لعنده أبو ربيع وتحكي لنا معه وتخليه يفهمنا ايش بده مننا ويخلصنا بقى؟ إذا أنا بدي أشوفه وأحكي معه، أبو جمعة ايش شغلته لكان؟ صحيح أبو جمعة، ليش ما بتحكي معه وفهمنا ايش بده مننا؟ لك يا جماعة لك كرمال الرسول لك المرة رح تولد لك دخيلكم
ايش تفضلت شيخي؟ عم بقول يا اغا، ما بصير تنطر الناس اكثر من هيك. الفلاحين تعبانين، نسيان الحريم والعجز والولاد. يا ريت تقول ايش بتريد من هالاجتماع وتريح الخلق. بدي ابو عايد. نعم، بدي يسلموني ابو عايد وبعدون يروح. وايش علاقه الفلاحين بابو عايد؟ اصلا ما حدا بيعرف وين متخبي هو وجماعته. كذابين، لك انتو كلياتكم كذابين، كلياتكم بتعرفوا وين ابو عايد وجماعته عم تعملوا معهم، وانت اولا حجي. يا شيخ، مو حرام هالدقن الكويسه تكذب؟ مو حرام؟ لا يا اغا لا، انا بحياتي ما كذبت، وانت بتعرف هالشي مزبوط، لاني ما بخاف غير من خلقني وبس. ايوه لا تعبني ولا بتعبني، انا ما رأي صدق ولا واحد فيكم. ولك انتو اكالين نكارين، انتو بتعضوا الايد تقدم لكم الخير. اطلع اطلع، قلن هدول بيركين برا، ما بيمشوا من هون لحتى يجي لعندي ابو عايد واقف هون قدامي، هون بده ينزرع. ركض. جناب الآغا، بده منكم تسلموه أبو عايد. براقبتي هالآغا مجنون رسمي. قل له لجناب الآغا، نحن ما بنعرف وين متخبي أبو عايد. الله أعلم وين متخبي هو ورجاله، بالجبل أو بالحراش، إيش بعرفنا نحن؟ قلت له هالشي، قال نحن بنعرف عنه كل شي وعم نتعاون معه كمان. يا جماعة، اللي بيعرف شي عن أبو عايد يخبره للآغا. يعني معقول نتبهدل كلياتنا مشانه؟ لك يا عيب الشوم عليك يا ابو شعبان، بدك تسلم ابو عايد لحبل المشرقه وابو عايد اللي فضله على الضيعه كلها؟ لا اختي لا، جوزك ما له فضل على حدا، ولو صحيح قلبه على اهل ضيعته كان سلم حاله للاغا وخلصنا، مو هيك ابو جمعه؟ والله رايحين يخلوني اصدق هالقصه. ايش بك ابو جمعه؟ ما ترد على رجال ولا عجبتك كعمال صاحبك الآغا فينا؟ يا جماعة طولوا بالكم، أنا بذات نفسي راح أحكي مع جنابه. أجي معاك أبو ربيع. الأمور خربانة، وجودك معي راح يخربها أكثر. إيه استناني هون ريجع. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم عيب عليكم، بقت ميت الراس، الحقونا بقى يا جماعة الحقونا.